نشبت الحروب والصراعات في مدينتك ونزحت إلى مكان آخر داخل العراق، ستحتاج الوثائق الأربع الأساسية لممارسة حقوقك وللحصول على الخدمات: شهادة الجنسية، هوية الأحوال المدنية، البطاقة التموينية وبطاقة السكن. كمواطن عراقي لديك الحق في هذه الوثائق، الدستور العراقي والقوانين العراقية تكفل هذا الحق، وكذلك المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي للأمم المتحدة. لجميع العراقيين الحق في هذه الوثائق بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية، الرجل والمرأة متساوون في هذه الحقوق. شهادة الجنسية تثبت أنك عراقي وهي أساس حقوقك كمواطن. هوية الأحوال المدنية تثبت هويتك وتعطيك الحق في إكمال كافة المعاملات في الدوائر الحكومية والمحاكم، وتعطي أولادك الحق في التعليم. البطاقة التموينية تعطيك الحق في الحصول على الحصة التموينية والمنح المالية الحكومية. تعتبر البطاقة التموينية وثيقة ثبوتية للعائلة. بطاقة السكن تستخدم في جميع المعاملات الحكومية التي تحتاج أن تثبت فيها محل إقامتك، وهي أيضا وثيقة إثبات هوية. في حال فقدان أي من هذه الوثائق أثناء التنقل، لديك الحق في إصدار وثائق جديدة. أولا، أخبر أقرب مركز شرطة لك أو محكمة تحقيق بأنك فقدت الوثيقة. بعد قيامك بذلك، تزود بكتاب إشعار فقدان. بإمكانك أن تستخدم الإشعار كوثيقة مؤقتة لحين إصدار الوثيقة الجديدة. لا تنسى حفظ الإشعار في مكان آمن، لأنه في حال عودتك إلى مدينتك ستحتاجه لإصدار وثائق جديدة بدلاً عن المفقودة. إن كنت نازحاً أو لاجئاً عائداً عراقياً وفي حاجة للاستفسار والمشورة القانونية، يرجى الاتصال على الأرقام التالية.